ونتحول الآن إلى واشنطن لمتابعة هذه الجلسة لمجلس النواب الأمريكي، ويتحدث فيها هذه كلمة نتابعها لرئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي حول الجلسة التي تعقد لمناقشة قانون الذي سيتم إقراره لمنع الإغلاق الحكومي. لنتابع. نحن قمنا ب 70% من عملنا في حين أن مجلس الشيوخ لم يقم بأي شيء، لذلك إذا كان علي أن أفقد منصبي لخدمة الشعب الأمريكي فسأفعل ذلك. هل هناك أي دعم من الديمقراطيين؟ أنا تحدثت مع زعيم الأغلبية الديمقراطية حكيم أمس، وكان يتحدث عن أوكرانيا، وأعتقد أن هذا قد يحدث في يوم آخر. قال لي دعونا ننتظر مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ لن يفعل الكثير. أعتقد أن هذه الدولة أهم. مجلس الشيوخ قام بدوره في حين أن مجلس الشيوخ لم يفعل شيئا، ونحن نعرف هذه القصص عن ما يحدث في مجلس الشيوخ، لكن لا يفعل أي شيء في مجلس الشيوخ، لا يفيدوننا في أي شيء. لذلك سأضع مصلحة الشعب الأمريكي أولا، سننهي مهمتنا وسأبقي العمل على كل فواتيرنا، ولكن حزب الشيوخ عليه أن يقوم بعمله. بالنسبة لمشروع القرار، هذا مشروع القرار إذا لم يمرر سيكون لذلك تبعات. إذا لم يرغب الديمقراطيون في منع الإغلاق فسيكون أمام تدابير وتحديات. نريد أن يكون هناك أداء مختلف. أولئك الذين عانوا بسبب الفيضانات والحرائق والكوارث و في هذا الوقت ليس هناك أموال لمساعدتهم، لا نريد من هؤلاء الأمريكيين أن يعاقبوا بما لم يفعلوه. لذلك سننهي عملنا وسننظر إلى كل الهيئات التي تحمي حدودنا ونقول لهم إننا لا نريد منكم أن تقلقوا بشأن رواتبكم في حين أنكم تحمون حدودنا. سنبقي الحكومة مفتوحة بينما نحل هذه المشكلات. وبطبيعة الحال عندما يكون هناك مشروع قانون، هذا الذي نتحدث عنه هو لم يسبق له منذ 60 عاما، وهذه هي الطريقة التي نحمي بها حدودنا. إذا لم يتلقى موظف حماية الحدود رواتبهم هذه ستكون مشكلة. لا نريد أن نقبل بأن يعرضنا الديمقراطيون لهذه المخاطر. هم لا يفعلون شيئا. نحن سنضع أشياء على الطاولة وسنواصل دفع رواتب جنودنا، وإذا حدث الإغلاق سيكون على عاتقهم.